هل يجوز تقبيل المصحف وإذا سقط من يد حامله؟ والله تقبيل المصحف يروى عن بعض الصحابة قالوا إن عكرمة بن أبي جهل كان يقبله ويقول أهل هذا كتاب ربي ونحو ذلك، لكن لم يأتنا نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا. هذا فعل صحابي نحن لا ننكر، لكن نقول لا، يعني لا نستحب الإنسان أن يداوم على الفعل، لأن هذا ما أتى به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.